اتصدر محركات البحث الأيام اللي فاتت اسم رجل من أهم رجال الأعمال في مصر وشرق الأوسط، راجل من أصل صعيدي عصامي بدأ رحلة كفاح طويلة وأنهاها بكتير من الإنجازات، الراحل أنسي نجيب ساويرس. أنسي ساويرس عميد أسرة ساويرس في مصر، اتولد 1930 بسوهاج وحصل على الثانوية العامة واخترب للقاهرة عشان يدرس في كلية زراعة تحقيقاً لحلم والده للعمل في الزراعة ومباشرة أراضيهم بسوهاج، وحصل فعلاً على بكالوريوس كلية زراعة جامعة القاهرة 1950. لكن أنسي ما شافش نفسه في الزراعة واتجه لمجال المقاولات وهو في سن العشرينات بعد تخرجه بسنتين، وانطلاقته الأولى كانت في الخمسينات لما قابل لمعي يعقوب وأسسوا شركة لمعي وأنسي للمقاولات، وكان نشاطها تمهيد الطرق وقدروا يفوزوا وقتها بمشاريع أبار بسوهاج في 18 منطقة بالتعاون مع وزارة الري. لكن كان في ضربة قوية واجهته في 1961 لما صدر قرار بتأميم شركته وتحولت وقتها لشركة النصر، واشتغل فيها أنسي 5 سنين وبعدها قرر يسافر ليبيا لوحده. واجه رحلة صعبة في ليبيا طالت 12 سنة احترف فيها أعمال التوكيلات والمقاولات واللي بدأ يطبقها بمجرد رجوعه لمصر بمنتهى النجاح في السبعينات، وأسس شركة أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة وبدأ بثلاث موظفين فقط وقطين وصالة، ومرت الأيام والسنين وتحولت الشركة الصغيرة لكيان اقتصادي عملاق بيضم آلاف العاملين، واتسع نشاط الشركة للسياحة والفنادق وأصبحت واحدة من أضخم الشركات المصرية. وما كانتش إنجازات أنسي في الحياة العملية بس، كانت إنجازاته في أولاده كمان، فهو أب الأغنى وأنجح 3 رجال أعمال في مصر، نجيب وناصف وسميح ساويرس، وأهم أسباب نجاح أولاده هو إيمان أنسي بأهمية التعليم وحرصه على تعليم أبنائه في أرقى جامعات العالم، وعشان كده أرسل نجيب لسويسرا للتحاق بمعهد بولي تكنيك المعروف بتخريج القادة وكبار رجالة الإدارة العليا بأوروبا، وسميح لجامعة برلين، وناصف لجامعة شيكاغو المتخصصة في الأعمال والمال. وقال نجيب ساويرس في مرة: كان من أعظم قرارات والدي إنه وضع استثمارات هائلة في تعليمنا وزودنا بأفضل مستويات الخبرة، فهو شاف إن ولاده هم راس ماله الحقيقي، زي ما بيقولوا لو بتخطط لعام واحد ازرع رز، ولو بتخطط لعشرين عام ازرع شجر، ولو بتخطط لميت عام فعلم الناس. وبعد رحلة كفاح طويلة مليانة نجاحات وإنشاءات عظيمة وصورة بتقدر ب1.2 مليار دولار، رحل عن عالمنا أنسي ساويرس عن عمر 91 عاماً.